خدمة تانية يا فندم. أشكرك. أنت دافينشي. ده إيه؟ دافينشي. أيوة أنت دافينشي العفريت، العفريت اللي جاي الفيلا. لا إله إلا الله يا أستاذة، أنا ربيع بتاع البوفيه، وحضرتك طلبت إيه أهو؟ أنا جبتها لك. بوفيه؟ أيوة يا أستاذة. اسمع، أنا متأكدة من اللي أنا بقوله. أيوة أنت دافينشي اللي جيت لي الفيلا. أيوة أنا لا مجنونة ولا بيجيلي تهيؤات. غريب، مع إنك ما خدتيش الحباية النهاردة يعني. حباية؟ المهدئ الروحاني حضرتك. شفت؟ يعني أنا صح، أديك نطقت بالحقيقة. كنت صح. يعني إيه كنت صح؟ يعني كنت صح. لما كنت عايزة تستغني عن هدية الكومي كنت صح. قبل ما تيجي مكتب عاطف حجازي كنت صح، لكن للأسف الامتحان صعب شوية. امتحان ايه؟ انت عايز ايه؟ انت عايزني اسيب الفيلا لعاطف حجازي بالسهولة دي عشان انجح في امتحان حضرتك؟ انا مش عايز ولا كنت عايز اي حاجة. حضرتك اللي كنت عايزه، وكان بينك وبين القرار نص خطوة. تسمحي تقولي لي ايه اللي خلاكي ترجعي في كلامك؟ فقت لنفسي يا استاذ. ربنا نبهني للخدعة الفظيعة اللي عايز يعملها عاطف حجازة عشان تلهفوا مني الفيلا. لا والله، يعني مش صوت داليا رشوان هو اللي طرقع في ودانك زي الطبل؟ الزمة دي مش حاجة تكسف. الأستاذة كارما سليم اللي بتهز محاكم مصر بذكائها الأوسعي تسلم دماغها برضو لصحفية غلبانة زي داليا رشوان؟ هلاوس يا كارما كده برضو؟ طب تصدقي زي؟ والله زي بقى كده برضو؟ تبيع الليلة اللطيفة اللي قضيناها سوا وترميها كده في الأرض وتقولي عليها هلاوس يا كارما؟ هلاوس إيه وليلة لطيفة إيه؟ إيه الكلام ده؟ لا طب بذمتك يا شيخ، عاطف حجازي هيطمع برضه في فيلا بتلاتة أربعة خمسة مليون، يعني ما يجوش بارستين كده وقعوا من جيبه؟ برافو. برافو يا أخي دافينشي، إيه العظمة دي؟ العظمة لله. شكرا. تعرف بقى إن كلامك اللي أنت بتقوله ووجودك هنا في مكتب عاطف حجازي بيؤكد إن كلام داليا صح 100%؟ يا كراميلا براحة، مش كده؟ إيه كراميلا دي؟ ما تقوليش كده. اسمع، أنت تحط لسانك جوه بقك وتقفله وتقف في مكانك هنا، ما تتحركش، مفهوم؟ خليك زي ما أنت هنا لو سمحت. يا استاذة مفيش داعي. يا كراميلا. كراميلا دي ايه؟ ما تقوليش كراميلا. على فكرة بقى، عاطف حجازي لعب لعبة كبيرة قوي، بس للأسف العفريت اللي جابه غبي، مخه ما يعرفش يلعب اللعبة دي. عفريت ايه بس يا استاذ؟ يا استاذة مش كده يا استاذة. الله يخليكي يا استاذة. الله 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 الله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله. عفريت؟ عفريت ايه يا استاذة؟ أنا مش فاهم أي حاجة. لا حضرتك فاهم كل حاجة كويس قوي، بس الظاهر إن أنت اتغشيت في ذكائي، فاكرني إن أنا طيب لدرجة السذاجة والهبل. طيب إهدي بس إهدي، أنت مش طبيعية. أنا مش طبيعية؟ اتفضل حضرتك معايا وأنت تشوف إذا كنت طبيعية ولا مجنونة، اتفضل. إهدي إهدي، أنا آسف يا حضرتك، الأستاذة أعصابها تعبانة شوية، هروح ثواني وأجي لكم. أنا مش تعبانة، أنا أعصابي كويسة جدا، اتفضل حضرتك معايا. وأنا مش تعبانة، انا زي الفل واعصابي زي الحديد. طب اهدي شويه، اهدي بس. ما انا هاديه وحلوه اهو وكويسه. ايه في ايه؟ العفريت اللي انت زقيته عليا حبسته بايدي، اتفضل شوف معايا. عفريت ايه ده اللي يطلع بالنهار بس؟ انا مش فاهم. انا عارفه بيطلع بالنهار وبالليل وفي كل حته. انت حبستي مين؟ اتفضل حضرتك شوف بعينك، شوف اللي عامل فيها ساعي اهو.
نعم حبس الراجل في مكتبك ومش عارفه هو مين. يا استاذه انا ربيع، ربيع بتاع البوفيه. لا لا انا ما حبستش ده، انا حبست دافنشي. دافنشي؟ طيب اتفضلوا حضرات على مكاتبكم، اتفضلوا. مش ممكن، ايه اللي حصل يا ربيع؟ يا باشا وربنا انا ما فاهم اي حاجه. الاستاذه طلبت مني قهوه مظبوط، جبتها وحطيتها قدام منها على المكتب، وكل اللي قلته بالهنا والشفاء يا استاذه. وبعدين بصت في وشي كده وما ردتش عليا، قلت لها تأمريني بحاجه تانية يا استاذه؟ بصت لي بصه غريبه كده وراحت معطمه على المكتب زي ما يكون شافت عفريت. قلت لها طب اهدي يا استاذه، اهدي اصلي على النبي. انا قلت لها انت تسكت خالص ما تتكلمش، انت تقف مطرحك هنا اهو ما تتكلمش، وراحت قافله الباب وسابتني هنا يا استاذه. مش ممكن طبعا، اكيد عملت حاجه غبيه نرفزت الاستاذه. والله العظيم يا باشا انا ما قلت اكتر منك. انا خلاص حقك عليا يا عم ربيع، انا اللي غلطت. حصل خير، روح يا ربيع لشغلك. حاضر يا باشا، حاضر يا باشا، حاضر يا باشا. انا اسفه، اسفه والله يا عاطف بيه، انا مش عارفه حصل ايه. انا ياسر فعلا اعصابي تعبانه، سامحني. معلش هو الغلط غلطي انا، واضح ان جو النفسانه والحقد اللي انا حاولت اشرحه لك كان اوفر قوي، ما يتعملش كده، اثر عليكي جدا، خلاك تشك في كل اللي حواليك. ايوه ايوه يا فندم، يظهر فعلا ان هو ده اللي حصل اكيد. انت عارف حضرتك انا شكيت لا يكون حد مسلطه هتطلع حاجه في القهوه بتاعتي. الله. طيب اسمعيني كويس يا كرم، انا عايزك تاخدي اجازه تريحي اعصابك يومين كده وبعدين تبتيكي. هو انا لسه اشتغلت يا فندم، انا كويسه خالص. خلاص استعجليش هالشغل، انت بعد كده هتدوري على الراحه مش هتلاقيها. يا سيادتك دي حاجه عارضه حصلت وخلصت، حقيقه انا بعتذر. اسمعي الكلام، هطمن عليكي بكره بالتليفون. متشكره يا فندم. لا انا مش مجنونه، ده فينشي كان هنا. انا مش مجنونه، مش مجنونه. ده انت النموذج الاصلي للجنان يا حبيبتي. طب والله ما هيلاقوا مكانت زيك يشرحوا عليه لطلبه الطب النفسي. ده انا اللي هوديكي مشرحه زينهم النهارده، لان كل اللي حصل لي ده بسببك انت وبسبب ان انا بسمع كلامك. هو انت عايزه تقولي لي ايه اللي حصل لك اصلا؟ مش هنطق ومش هقول لك اي حاجه، وبعد كده مش هحكي لك ولا اسمعك، والمفتاح اللي انت خدتيه ترجعه لي النهارده، لان انا هسيب البيت الملعون ده، فاهمه؟ عبد الله ما تنساش الريبورت. اعتبري ايه حصل يا استاذ؟ لما انت مش عايزه تقولي لي ايه اللي حصل لك بتتصلي وتصدعيني ليه؟ امال يعني اغل في نفسي واتق اموت؟ لا يا اختي، اغل واموت انا؟ من الفلبينيه اللي جابها لك ابوكي. ابويا؟ هو فين ابويا ده؟ الله يرحمه، هو لو كان عايش كان جرالي اللي جرالي ده. تاكسي. تاكسي؟ هو انت خرجتي ولا ايه؟ طب ما تستني عندك ساعه لحد ما اجيلك. استنى ايه يا داليا؟ بقولك انا عملت مصيبه النهارده عندي في المكتب، ما اقدرش ابص في وش حد من زمايلي، وبعدين انا نزلت خلاص. مصيبه؟ مصيبه ايه يا بنت؟ وقعتي قلبي. طب قولي لي اي حاجه لحد ما اشوفك. شفته عندي في المكتب واتكلمت معاه. يا نهار اسود، العفريت؟ ايوه، وعملت فضيحه وحبسته ولميت الناس وحبسته، وفجاه فجأة يا بنت؟ اللي حصل قولي لي فجأة ايه؟ وفجأة اختفى عمك دافنشي ولبسها عمك ربيع. يا كرمة، ما دي حصلتك يا كرمة، انت اللي ما سمعتيش الكلام. اقف 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 اقف. يا مدام يا هانم الأجرة، يا دي اليوم الاسود، دي مجنونة دي ولا ايه؟
مش جنون، صدقيني مش جنون. كان عندك حاجة اسمها هوس اكتئابي، دي فترة انعزال دائم جوه الصدمة القديمة، طبعا خليتك تغرقي فيها ما تشوفيش حاجة غيرها. هي اي نعم يعني خدت وقت اطول، بس اقدر اكد لك دلوقتي ان هي ابتدت تنتهي تماما. امال كل اللي بشوفه ده ايه؟ وساوس يا استاذه، وساوس سمعيه وبصريه، طبعا نتيجه اللي انت قضيتي وقت كبير قوي في العلاج جوه المستشفى. تقرير الدكتوره فاطمه زين العابدين بيقول ان اخدتي جرعات من المهدئات بكميه كبيره جدا، ودي طبعا تاثيرها لسه موجود لحد دلوقتي. معلش يا دكتور، انا عندي سبب تاني اعتقد انه اهم من اثار العلاج دي. سبب ايه يا شريف؟ عقلك يا كارما، عقلك اللي مش عايز يبطل تفكير 24 ساعة في ال 24 ساعة. انت بتفكري في كل صغيرة وكبيرة وده غلط. وهو اللي بيفكر ويحلل تفاصيل حياته يطلع له عفريت ويكلمه؟ ده يشوف مملكة الجن كلها. انت مستهونة باللي انت بتعمليه في نفسك ده. بص، لغاية امبارح كان ممكن اقتنع بكلامك ده. يعني يمكن اقول الضغط النفسي، البيت الجديد، الورق اللي قريته، الدواء اللي لسه باخده، لكن بعد اللي شفته النهارده في المكتب وفي الشارع ده ايه؟ بعد غد يا فندم مش هتنتهي بمجرد ما حضرتك صحيتي من النوم ورحت مكتبك. الموضوع مش في الفيلا ولا في الحبايه اللي اخدتيها. امال في ايه؟ في الاوهام يا كارما، الاوهام اللي انت شايفاها قدام عينيكي من ساعه ما خرجتي للدنيا. الاوهام دي زادت كمان قوي من ساعه ما خدت الفيلا واستكترتيها على نفسك. اوهام تخليني اشوف واسمع واشم وده خيالة وتتوجعي كمان. انت لو حلمت ان في حد بيضربك على ايدك هتقومي من النوم تلاقي ايدك وجعاكي. ما تطوعيش عقلك يا هانم، الحل كله في ايدك. ما تطوعيش عقلك، بسيطة. ما تطوعيش عقلي ازاي يعني؟ يعني الفيلا اللي انت شايفة ان هي سبب في كل اللي بيحصل لك ده ما تسيبهاش، كملي فيها حياتك. ولو وهم العفريت ده جالك تاني تجاهليه تماما ولا كأنك شايفاه. ابدأي حياتك من جديد، انت رجعتي لحياة تاني. بالظبط يا كرم، كل اللي انت فيه ده أوهام، أوهام بيفرزها العقل الباطن نتيجة الضغط النفسي. لو سلمت نفسك الأوهام دي هتوصلي لمرحلة الجنون. نعم، يعني حضرتك عارف إن واحدة زي دي مخها مش مظبوط وبرضه بتخليها تكمل في المكتب وبتدي لها قضية تانية أخطر من اللي فاتت؟ وهو مين اللي كسب القضية اللي فاتت؟ أنا ولا أنت؟ ولا المجنونة؟ صدفة، والله العظيم صدفة يا ريس. لطشت معاها كده بركاوي، يعني لا عبقرية ولا جهبذة منها. ما هم المجانين بيعرفوا يلقطوا الصدف كده. انت ما سمعتش المثل اللي بيقول لولا المجانين ما كانوش العقلة كانوا بلح؟ ومش كل مرة تسلم الجرة يا ريس. واحنا بقى لو هنعتمد على شغل الصدف وشغل الهبل ده في شغل تقيل زي بتاعنا نبقى أجن منهم. أنا آسف يا ريس، والله والله ما أقصد أي تجاوز أبداً، بس حضرتك عارف حرصي على سمعة المكتب من يوم ما دخلته هي دي مشكلتي الوحيدة. أنا أقول لك مشكلتك الوحيدة، أنت محامي شاطر مجتهد، بس محامي شرعي. شرعي؟ يعني نموذجي، يعني بتشتغل زي ما الكتاب قال بالملي، لا بتبص يمين ولا شمال ولا تشوف هامش ولا تقرأ بين السطور. مشكلتك الحقيقة نادر انك مش نادر، فطبيعي اللي مش نادر يقول على اللي نادر انه مجنون واهبل. انا اقول لك حاجة تريحك، خليك في شغلك. وساوس يا استاذة، وساوس سمعية وبصرية. أوهام بيفرزها العقل الباطن نتيجة الضغط النفسي. لو سلمت نفسك الأوهام دي هتوصلي لمرحلة الجنون. وساوس طبيعية، دي وساوس طبيعية، وأنا لازم أبقى أقوى وأركز، أركز كويس. وساوس طبيعية. الحمد لله على السلامة يا ستان. بقول لحضرتك الحمد لله على السلامة. لا اله الا الله، هو انا قلت حاجه غلط ولا حاجه يا ست هانم؟ رجب، رجب
انت رجب كله هيبقى كويس باذن الله. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني يا ربي ما تديش الفلوس غير العلم المهبوشه دي. معقول اللي انا عايشاه؟ يعني عشان اخلص من عفيت وحده طلع نفسي مجنونه قدام الخلق الله كلهم؟ معلش معلش بس الوصفه دي مريحه. ركزي في وش اللي قدامي كويس هتلاقيه وهم حلو كده ونخلص ومش موجود. بتفاضي الحمد لله. اخ اخ ينا انا ما اضمنش والله ما اضمن. بالبشاميل من فضلك ابو جبنه يعني من الكتاب فن الطهي وعلومه الشيف مدحت خزندار الفصل الرابع. معلش اصل انا كنت عمال اروق بقى بعد الهاري اللي كنا فيه في المطبخ ده. احنا اصلنا بعيد عنك الرجاله يعني عندنا خصله مهببه شويه. انا اسف يعني الواحد فينا يتشملل ويقول انا هطبخ انا هسوي وبعد كده يسيب المطبخ وراه ايه يضرب يقلب ودي مش اصول على فكره. ده في العالم كله مش بس في مجتمعات الشرقيه. ايه رايك في المفاجاه دي بقى؟ انا برضو قلت مفيش حاجه هتعدل مزاجك وتخرجك من اللي انت فيه الا اكله لذيذه تكوني بتعشقيها وما كلتيهاش من زمان. وهم يا كارما كل ده وهم والدليل ان كل الاشياء الماديه اللي قلت انها اتغيرت ما اتغيرتش ولا حاجه. الريشه اللي بتقول انه كان بيرسم بيها موجوده في مكانها. اللوحه موجوده في الصاله زي ما هي ما زادش فيها خط واحد. حتى السكينه مشرشره انت اللي رحت المطبخ بنفسك وجبتيها من الدرج. الفيصل عندي هو الماده يا كارما. ما دام ما فيش تغيير مادي يبقى ما فيش اي تغيير حصل. افهمي يا كارما دافنشي ده كذبه كبيره وملهاش اي وجود. ايه بقى؟ الله مش نقول بسم الله كده وندوق ونقول راينا بصراحه من غير مجاملات. ايه في حاجه غلط؟ خلاص حضرتك بلاش انا اسف جدا بلاش انسي الموضوع ده بلاها المسقعه بسيطه جدا يعني حضرتك احنا نقدر نعمل 1000 صف تاني نشيل ده. استنى عندك لو سمحت. ايه في ايه؟ اوعى تلمس المسقعه. بص بقى حضرتك الأكل ده هو الفيصل بينا. يا إما أنت هتطلع وهم وأنسفك من حياتي كلها يا إما كلهم هيطلعوا مجانين. أيوه مجانين مجانين والله مجانين. اتفضلي. أيوه ممكن تيجي كده شوية قرب شوية. يا ترى بقى مساعة. أيوه يا سلام يا ريت. لحظة واحدة بقى فاضل. اتفضل اتفضل وريني كده. أيوه كده. إيه؟ أهي حلو؟ قمر. الله يخليك ده انت القمر بجد ولا بحلو؟ ما شاء الله زي القمر. مش كنت بس يعني اغير مريله كده والبس طقم حلو كده شيك. مش محتاج انت منور ما شاء الله. الله عليكي. طب ممكن بعد اذنك بص اهو بص انت اهو حضرتك اهو والمسقعه اهي. بس هي بصراحه يعني ناقصها حاجه. الصوره دي ناقصها حاجه مهمه قوي. ممكن حاجه تيجي كده وناخد واحدة سيلفي أنا والمسقعة والقمر. طبعا هنا ينفع اتعشى غير لما اخد جرعة الصداع. أيوة يا ستي ما تتفضلي تتعشي معانا وبعد ما نخلص أكل نبقى نتخانق. والله ده سوسو عاملة سجق بس تحفة. سجق ايه بس يا حلوة؟ تعالي عندي وانا هشيكي عشوة عفريشي ما حصلتش. الشيف دافنشي هو اللي عاملها لي. خليها تيجي والنبي خليها تيجي وتجيب الحاجة. الخير كتير اهو الحمد لله. دافنشي مين ده؟ الله يخرب بيته. ايه يا بنتي؟ مش سامع صوته؟ ما هو بيتكلم اهو. سمعت مين يا حيوانة؟ سمعت الرعد. يا بت انت هتجننيني. والله طبعا هتتجنني معايا وتخشي العباسية. ده لسه كمان لما تشوفي الواتس. افتحي الواتس وشوفي الصور اللي بعتها لك دلوقتي. حاضر.
ايه انكتب لي يا روحي معك يلي شغلت البال بقوات. وبعدين ايه؟ ما هو قدامك اهو. هو مين اللي واقف قدامي؟ انا مش شايفه غير سفره وحبه اطباق وشويه اكل. ازاي؟ الصوره عندي اهي داليا. كرميلا 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 عفريت يا ماما هتشوفني ازاي؟ عفريت زي مثلا عفريت هانم او اقولها لك ازاي؟ طاقيه الاخفاق. هو عفريت هتشوفيه ازاي؟ زي عفريت هانم. انت مش فاهمه؟ انا بس اللي اشوفه. طب اسمعي، انت مش شايفاه بس مش شايفه الاكل؟ لا 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 لا، بقول لك ايه، انا مش ناقص. خدي انا واقعه من الجوع. تعالى يا اسامه. ايوه يا كرم، في ايه يا حبيبتي؟ مفيش يا خالته، اصل انا رجعت البيت لقيت العفريت بتاعي عامل لي صينيه مسقعه بالبشاميل. بالجبنه من فضلك. ايوه، وبالجبنه اللي انا بحبها كمان. بقول لبنتك كده مش مصدقاني. عفريت ايه اللي طبخ لك مسقعه يا بنتي؟ ده انا اللي طبخها لك بايديا ومحضره لك السفره كمان. انتي؟ ايوه طبعا، امال خيالي. عرفت اللي حصل لك من داليا امبارح؟ خدت منها المفتاح اللي معاها وجيت البيت بخرت لك وشغلت صورة البقرة. قلت اعمل لك لقمة من اللي بتحبيها ترم عضمك وتعدل مزاجك. بصراحة يا ماما كرميلا ارجوكي قولي لها تسلم ايدك يا حاجة. شش اسمع، نفسها هيجنن في الأرض كده برضه يا كرمة. انا يتقال لي هش. انا مش انت خالته، انا بتكلم العفريت بتاعي. عفريت تاني يا كرمة؟ ايوه والله والله العظيم قدامي ولسه ضافع حته قد كده من المسقعه. طب اصورها لك وابعتها لك كده هو كل حته قد كده. يا بنتي انا اللي دقت حته من المسقعه قبل ما امشي. انت هتقرفي مني ولا ايه؟ انت خالته؟ انت برضو هي اللي اكلت؟ طبعا، امال مين يا كرميلا؟ انا مثلا اللي اكلت؟ الله، هو بالعقل كده في الدنيا عفاريت بتاكل مسقعه؟ بيقول لك ايه، لو مكتوب لنا ان شاء الله يعني ان احنا نروح اليونان، تصوري ممكن هناك نطلب مسقعه. ونسبه اليونان بيقول لك بحار يوناني ومتشملل على شراعه. على فين يا يرغو يا واد مجدع يا اغريقي؟ بس بقى جننتني، هتجنني. لا يا داليا، لا، الموضوع ده ما يطمنش ابدا. شفتي انت من مكالمه واحده بس وبتقولي كده، انا بقى في المرسان ده من الصبح. طب والحل ايه؟ وانا عارفه العقده عشان اقول لك الحل. العقده باينه زي قرص الشمس يا بنتي. طب قول لي انت يا حلال العقد يا جميل. هي عين يا بنتي رشقت في دماغها لحست مخها. يا لهوي، عين وصابتها؟ لا يا اختي، الحكايه مش ناقصه شعوذه. خلاص يا بنت، شعوذه ايه؟ هو الحسد ده مش مذكور في كتاب ربنا؟ هتسميه شعوذه كمان؟ عارفه يا ماما، والله العظيم عارفه، بس الحسد ده بيجي في كرشه نفس. بعيد عنك يا اختي واقفه حال، بس يجي في عفريت يطلع من الحيطه ويشرب شاي وياكل مسقعه. ايوه هو حسد، بس مش اي حسد. حسد سوبر. انت بتتريق يا بت. هو اللي يحسد على فستان ولا حته ذهب زي اللي يحسد على فيلا بملايين؟ طب وايه الحل يا ماما؟ البت محسوده وانت روحتي الفيلا شغلتي قران وبخرتي الدنيا، هنعمل ايه؟ نولع فيها ونرتاح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك أن تسجد؟ ألا تسجد إذ أمرتك. أن لا مع بعض تبقى ألا تسجد. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنذرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم يا رب. ايه وبعدين معاك بقى؟ صدق الله العظيم، اولا انا برضو اللي بعدين معايا. بعدين معاكي انت يا استاذه، ايتين مش عارفه تقريهم. ايه ده استاذه محاميه ازاي امال؟ انا اللي مش فاهمه يعني ايه عرفت يصحح قران وهو بيتقري عليه عشان ينصرف، وبرضو قاعد زي الهباب كده كده برضو يا كرمه. طب والله زعلت، تصدقي بقى
انت بتقري عليا انا قران علشان انصرف؟ امال يعني عشان ارقيك من الحسد؟ حلوه حلوه ارقيك من الحسد، بس برضه زعلت والله. انا بقول يعني عماله تقرا قران علشان تطرد الوساوس اللي في دماغها بكلام ربنا. هو انا في وسواس في دماغي غيرك انت؟ والله شوف يا كرمه، دي بقى مساله وجهات نظر. يعني الوسواس في اللغه او الوسواس ما يخطر ببال المرء من شرور، واخد بالك؟ طيب معلش على اذنكم، بذمتك بشرفك، هل احنا من ساعه ما ربنا جمعنا مع بعض على خير نطقت قدامك بكلمه شر؟ يعني مثلا، يعني مثلا هل انا قلت لك يا استاذه كرمه اقبلي قضيه زياد الكومي وقنعي نفسك انه بريء بشويه صفصطه كده والقليل من المسكن الروحاني؟ بلاش دي. هل انا مثلا يعني يا استاذه كرمه قلت لك اقبلي الفيلا العظيمه دي ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك مقابل هدم قضيه سليمه مش متلفقه؟ تردي يا استاذ؟ ما تردي. كبري يا كرمه، تجاهليه تماما، حتى لو سمع صوته وشايفاه قدامك لحم ودم. بعد شويه هتتاكدي بنفسك ان كل ده وهم وان ملوش اي وجود. يا على الكلام القديم بقى، لسه بتسمعي الكلام برضه؟ اسمع كلام مين؟ كلام مين ايه؟ كلامه وفي غيره؟ الدكتور اللي خدك للدكتور النفساني علشان يقنعك ان دافينشي ده وهم وتخاريف من عقلك الباطن. اه هو ما سمعش كلامه ليه؟ مش خطيبي وخايف عليا؟ الله حلو قوي. انت بتضحك كده ليه؟ حلو، مش خطيبي وخايف عليا؟ جامده قوي. جامده يعني ايه؟ ما تفهمني قصدك ايه؟ يا استاذه ما انت عارفه بقى جامده في ايه؟ لازم اقول يعني جامده بقى. خايف عليكي ولا خايف على الفيلا اللي هتضيع بسبب هبلك؟ لا مؤاخذه يعني ده كلامه هو، علشان الوجع اللي هيجي في ضميرك فيخليكي تنازلي عنها، مش كده ولا ايه؟ الفيلا طبعا، الفيلا دي حاجه تخصني، وطبيعي ان هو يخاف عليا ويخاف انها تروح مني عشان خاطر وهم فاضي زيك. شاد عليه يا ليل. بطل بقى. وهعيش على ذكرى. ادع عليه. انت عايز تقول ايه؟ ما تفهمني بالظبط. ادع عليه. ممكن تبطل بقى وترد عليا؟ ارد عليك ازاي يا استاذه؟ انا مجرد وهم، انا هوا مش موجود، تخاريف من عقلك الباطن، شوالك كده. انا بقى عايز اتكلم مع الوهم يا سيدي، ممكن تفهمني قصدك ايه؟ لا انت فاهمه يا كارما انا اقصد ايه كويس قوي، بس انت مش عايزه تقولي اللي انت فاهماه ده، مش عايزه تقوليه بلسانك، مش كده؟ عايزه تلبسيها للاوهام وللتخاريف علشان لما ينقح عليكي ضميرك قوي تقدري انك انت يبقى عندك مهرب وتجري تمسكي المصحف عشان تطرد الشياطين ويلبسوها الابلسه. لا وجه يا كرم، وجه. ما تدوريش على شماعه. افتكري كويس قوي اول حوار دار بينك وبين خطيبك لما خرجتي من المستشفى وقدمتي تقارير الشفاء الكامل للنقابه واخدتي الكارنيه الجديد. مبروك حبيبتي، الف مليون مبروك. الله يبارك فيك. انا مش مصدقه، كنت فاكره ان هم هيدوخوني عقبال ما يدوني الكارنيه تاني. عيب عليكي، يدوخوا مين؟ انا كلمت اكبر راس وزاره الصحه كلها. ربنا يخليك ليا. الحمد لله. اهو كده بقى ما فضلش غير ان اجر شقه صغيره واعملها مكتب وابتدي من جديد. ماله؟ شقه شبرا موجوده ممكن قوي. شقه شبرا؟ انت بتقول ايه يا شريف؟ انا مستحيل ادخل شقه شبرا دي تاني. ازاي يعني يا كرم؟ انت عايزه تفضلي عايشه عند خالتك وبنتها العمر كله ولا ايه؟ وماله؟ مؤقتا يعني لغايه ما اقدر اخد شقه تانيه صغيره. انت عايزه تاخدي شقه ولا عايزه تاجري مكتب ولا عايزه ايه بالظبط؟ اي حاجه مش مهم، ان شاء الله اروح في داهيه حتى، بس شقه شبرا دي انا مش ممكن اخشها وانت عارف كده كويس. طيب خلاص خلاص، مش انا ما اقصدش حاجه. والله شقتي لو كانت تنفع كنت اديتها لك، بس انت عارفه الشقه صغيره وما تنفعش.
شريف ما تقولش كده، كفايه قوي اللي انت عامله معايا. طيب انا شايف بقى ان احنا خلاص خدنا كارنيه النقابه وبقينا سلام وزي الفل وكل حاجه تمام اهو. الحمد لله. ايه انت عايز تقولي حاجه؟ لا مفيش، اصل سمعت ان وزاره العدل يعني كانت مجمده مكافاه والدك الله يرحمه ومستحقاته الماليه كلها، عشان انت كنت الوريثه الوحيده وانت ساعتها كنت فاقده الاهليه، لكن دلوقتي انت خلاص بقيتي سليمه وزي الفل والفلوس دي من حقك. انت مين اللي قالك الكلام ده؟ الدكتوره فاطمه اللي هي كانت ماسكه الملف بتاعك قالت لي الكلام ده من فتره وانا نسيت يعني. ارجوك يا شريف اوعى تفتح الموضوع ده معايا تاني ابدا. في ايه يا كرم؟ ليه بس الكلام ده؟ ده حقك، حقك ولازم تاخديه. حقي ازاي يعني؟ حقي يعني ايه؟ طبعا مش من حقي اخد فلوس من ابويا. ده انا السبب، انا السبب في موته، مستحيل طبعا. طيب طيب خلاص خلاص انسى الموضوع خالص، انا اسف. عارف يا شريف انا بفكر اطلعهم صدقه جاريه على روحه. ايوه اصل انا مش هاخد ولا جنيه لغايه ما اخش القبر جنبه. ماله؟ الله يرحمه يا رب. الله يرحمه. الله يرحمك يا ابويا. ليه يا كرم؟ ليه يا حبيبتي ما تاخديهاش بس؟ يعني وثيقه تامين قضائي ومكافاه نهايه خدمه لوكشه محترمه ما تقلش عن مليون جنيه. يعني راجل يستحمل هبلك وعلاجك في المستشفى ده كله عشان في الاخر ترمي الغنيمه دي كلها في الارض ويتجوزك بهدومك؟ انت كذاب. انا خطيبي ما عملش كده عشان خاطر فلوس بابا. امال عشان جمالك؟ بيقول لك عارف المعلومه من فاطمه قبل ما تخفي وتسيب المستشفى وفتحك في الجواز. انا مش فاهم ده مخ ايه ده يا رب اللي يهز محكمه جنايات ومش قادر يفقس نصاب زي ده. انت كذاب ونصاب. خطيبي انسان شريف، لو كان عايز الفلوس كان زمانه اهم دكتور في مصر دلوقتي. ده هو الوحيد اللي سقف لي عشان خاطر سبت قضيه السماك. صح صح مظبوط، وعمل نفس الموقف بالملي في قضيه ابن الكومي اللي كنت شاكه فيها. لا طبعا الوضع هنا مختلف تماما، ما عندكيش اي دليل بيثبت ان المخدرات دي تبقى بتاعه ابن الكومي. انا شخصيا متاكد انها مش بتاعته. وايه اللي مخليك متاكد كده؟ الخصومه يا كارما، الخصومه اللي ما بين الكومي والداخليه، خصومه واضحه جدا. الراجل ليل نهار قاعد يهاجم الداخليه في الفضائيات وفي مجلس الشعب وفي الجرايد. طبيعي ان الداخليه تلفق لابنه التهمه دي عشان يخلصوا منه. احب بقى افهمك يا استاذ ان الخصومه اللي واضحه دي بتؤكد ان القضيه سليمه. يا شريف الداخليه مش ساذجه كده، يعني مش هجيب اكبر عدو ليها وتلبس ابنه قضيه مخدراته بالكميه دي كمان. يعني هما ممكن يكونوا راقبوه كويس وعرفوا يوقعوه. يا كرمه يا كرمه بلاش تصعبيها على نفسك، الموضوع مش مستاهل ده كله. مش مرتاحه يا شريف، الواقعة محكمه جدا، وانا كمان لما اتكلمت مع الولد بصراحه الشك زاد جوايا اكتر. الواد مرعوب خايف مش مصدق اللي هو فيه، اول مره يتحط في موقف زي ده. خلينا في المهم، انت عندك حل القضيه دي ولا لا؟ تقريبا. يبقى خلاص خلصت. كارما انا مش هسمح لك تضيع الفرصه دي من ايديكي، ارجوكي الراجل وعدك انه هيجهز لك مكافاه كبيره قوي لو كسبت القضيه دي. خلينا نعيش بقى كارما، ابوس ايديكي، خلينا نطلع فوق بقى، كفايه اللي احنا فيه ده، خلينا نعيش زي ما كل الناس دي عايشه، خلينا نعيش يا كارما. يا شيخ ارحم الراجل، ارحم الراجل، حرام عليك. يعني ولا عايزه تاخدي فلوس ابوك ولا عايزه تهبوري سبوبه من قضيه مشبوهه وتدوقي الراجل حلاوة الدنيا ونعيمها؟ مش حرام ده والنبي؟ حرام. بيقول لك الحب إلى حني جميل ترباتاتات. يا شيخ ارحم الراجل، يعني ولا عايزه تاخدي فلوس ابوك ولا عايزه تهبوري سبوبه من قضيه مشبوهه وتدوقي الراجل حلاوه الدنيا ونعيمها؟ على فكره انت شطار، انت قعدت تشكك في الراجل الوحيد اللي واقف جنبي.